من أول تجربة حضريهم وبلا خوف، أروع وأسهل بيني بدون حليب ولا زبدة ولا بيض، مسفنج بمكونات في متناول الجميع. حضريهم بكل ثقة، غطنو دابا تحضريهم فرمشة عين. لهذا سيدتي تبعي معايا لا فيديو من الأول حتى الآخر باش نكتشفوا المكونات والمقادير وطريقة التحضير. وكي العادة ما تنسوناش من لي لايك للتشجيع فقط وبالبارتاج باش تعم الفائدة على الجميع. وبالنسبة لي أول مرة كينضم لقناتي وعجبو المحتوى، ما عليه إلا يفعل الجرس فضلا وليس أمرا باش توصل دائما بالجديد على قناة سكينة السورية. وقبل ما نبداو الفيديو ديالنا ديال اليوم، ما نساوش أنصلي وعلى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ونمشي ونحضرو أروع وأسهل بيني، خفيف ولذيذ ومفشفش كيف ما كنقولوا. نبدا بسم الله ونقولوا بسم الله المكونات والمقادير وطريقه التحضير. اول حاجه كيف ما كتشاهدوا معايا هنايا في الفيديو، عندي هنا واحد الفول اللي كنفرغ فيه كاس الا ربع، كاس الا ربع من عبر كاس ديال العنبه ديال الماء اللي يكون دافئ، ملعقه صغيره من الخميره حبيبات او خميره معجونه ديال الخبز، ملعقه كبيره من السكر الخشن اي سنيده، واكيد اكيد غنخلي لكم المقادير بالتفصيل في صندوق الوصف. كذلك كندير هنايا واحد الشاصيه ديال الفاني او معلقه ديال الفاني، ممكن نسمو بالفاني او قشور الحامض او ليمون او اي منسم كتفضلوه. درت انا هنايا الفاني بنكهه الزهر. ثم كندير هنايا واحد نصف ملعقه صغيره من الخميره ديال الحلويات، لان الخميره الحلويات فيها 8 غرام تقريبا، كندير واحد 4 غرام ديال الخميره الحلويات، يعني ما كنديرش الشاصيه كلها هي. كنخلط الكل جيدا بواحد الفوي يدوي كيف ما كتشاهدوا معايا، حتى كيتمزجوا ليا داك السكر مع الخميره مع الماء. ثم كنضيف زوج معالق كبار من الزيت النباتيه، جوج معالق كبار من الزيت النباتيه. ثم كنحرك الكل بفوي يدوي او بالخلاط اليدوي. ثم كنضيف عندي هنايا جوج كؤوس من عبر كاس ديال العنبه من الدقيق الفرص اي الطحين الرطب، كنضيف الكاس الاول وكنضيف معاه رشه من الملح لتحسين الذوق فقط، غير واحد الرشيشه يعني قرصه صباعكم فقط. وتنبقى نحرك جيدا بفوي، هذه المرحله راها مهمه. انا عندي جوج كيسان مضبوطين شادهم عبر، هما اللي غادي ندير، ولكن كندير الكاس الاول وكنخدمو مزيان 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 بالفوي اليدوي حتى كنحصل على واحد القوام كيكون كريمي، يعني داك الطحين كيندمج ليا مزيان مع المكونات. والكاس الثاني كنبقى نضيفو بشويه بشويه، ما كنضيفهمش جوج كيسان دفعه واحده، هذا سر من اسرار نجاح البيني. واخا عندكم مقادير يكونوا مضبوطين حساب ديال الدقيق، ما نشدوش ونقلبوه هكاك باش ما نعجنوا ما نعركوا ما ندلكوا، لان بطبيعه الحال هي راه ما غتدلك ما غتعجن، لانها كتكون خفيفه وكتلصق في اليدين. لهذا المرحله الاولى كنضيفو كاس ديال الدقيق كنخدموه مزيان مزيان، والكاس الثاني تنبقاو نضيفوه بالتدريج. كيف ما كتشوفوا عندي تقريبا 240 غرام ديال الدقيق، يعني قل ربع قل 10 غرام ديال الدقيق. وانتوما كيف ما كنقول لكم دائما، ما تعتمدوش بالعبار ديال الدقيق، تعتمدوا على القوام. القوام كيفاش غادي يكون؟ غادي يكون ما هو تيتلاصق خفيف خفيف بزاف، ما هو عقد شد راسو. بقاو معايا باش تشوفوا القوام اللي كنحصل عليه، هو هذا بعد ما غسلت يديا، باش تشوفوا القوام بالضبط كيفاش كيكون، يعني بحال هكا ماشي كيتلاصق بزاف، بحال العجين ديال البيتزا. عجين البيتزا هذا هو القوام ديالها باش كتجينا فشفشه ومنفخه، وراه غندير لكم في القريب بيتزا ان شاء الله. كيف ما كتشاهدوا معايا انا غادي نغطي عليها والجو راه ساخن، وغنخليها تقريبا ما بين 5 ديال الدقائق حتى 10 دقائق، ما تخليوهاش تخمر بزاف، هذا سر من اسرار ديال البيني. يعني ما نقولوش نخليوها تخمر، غنخليوها غير ترتاح ترتاح باش نطلقوها، هي ما نخليوهاش تخمر قدر ما خصنا نخليوها ترتاح باش تسهل علينا في الطليق. ما نقولوش نخليوها تخمر، حيت الا خمرات وهي باقا غادي تخمر المرحله الثانيه ما كينجحش معانا البيني، كونوا متاكدين. خليتها تقريبا ما بين 5 حتى 8 ديال الدقائق غير ارتاحت ليا شويه، وفي نفس الوقت راه كيضعف واحد شويه الحجم ديالها. كندهن يديا بشويه ديال الزيت، وغادي نحط العجين ديالي في سطح العمل ونفرغ بطبيعه الحال منها الهواء ونشكلها على شكل كره دائريه كيف ما كتشاهدوا معايا. وغادي نجيب واحد شويه ديال الدقيق اللي غادي نرشو فوق سطح العمل. كيف ما كتشوفوا العجين ديالنا بحال اللي راه مدلوكه ومعروكه، غير ما تنساوش داك الكاس الاول تخدموه مزيان، عاد تضيفوا الكاس الثاني بالتدريج. كيف ما كتشاهدوا معايا كنرش واحد شويه ديال الدقيق فوق سطح العمل، وكنرش على العجين غير شويه ما نكثروش، غير باش ما تلصقش لينا وصافي.
وكناخذ مدلك وكنحاول نطلقها على واحد السمك اللي يكون لا باس به، ما تكونش رقيقه رقيقه وما تكونش غليظه. ها نتوما غير تبعوا معايا وتشوفوا السمك بالضبط اللي غادي نحتاج باش حتى هو هذا سر من نجاح البيني ديالنا. هو راه ساهل ولكن نزيد ماشي غادي نخلعكم، السهل الممتنع، يعني غير طبقوا هادشي بالتفاصيل. بعد ما تلقسها كيف ما كتشاهدوا معايا على هذا السمك هذا ما رقيقاش بزاف وما غليظاش، كنجيب واحد الطابع او كاس او اي اداه عندي اللي غنقطع بها بشكل دائري. غير ملي نبغي نقطع كيف ما كتشاهدوا معايا كنبقى ندور، كنبقى ندور داك الكاس ولا داك القطعه كندور، ما كنديش ونجيب، لا ديت وجبت غتخرج ليا اوفال او غادي تخسر ليا الشكل ديال داك البيني ديالي العجين، ما غيعطينيش شكل دائري محرف. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما كنقطعهم دوائر غادي ناخذ داك الزوائد ديال العجين حتى هما كنجمعهم عادي بطبيعه الحال، غادي نلولبها ونحطها جانبا بيد ما نحيد هاد الدوائر ديال البيني ديالي، وغادي نفرشهم في واحد السوينيه اللي غطيتها بواحد المنديل بحال اللي غادي نديروا الخبز ديالنا ملي كنبغيو نطرحوه في الفران، كندير واحد الزويف او واحد المنديل ديال الخبز وغادي نست فيه هاد الدوائر ديالي ديال البيني. اما هاد العجين كيف ما كتشاهدوا معايا انا راه غادي نجمعوا اللولبو ونحطوا جانبا بيد ما نستف هاد الدوائر. كيف ما كتشاهدوا معايا عندي هنا بلاطو عادي او سوينيه او طاوه وكنفرش فيها واحد المنديل وكنوضع فيها هاد الدوائر ديال البيني ديالي. نتمنى تكون الصوره واضحه والشرح واضح. الصوره كيف ما كتشوفوا هذا هو السمك اللي غادي تطلقوا عليه العجين ديالكم، ماشي غنقول لكم رققوها ولكن هي خصها تكون بحال هكا رقيقه شيئا ما باش كيتنفخ لينا، هذا هو السر النجاح باش كيتنفخ لينا طبيعه الحال البيني ديالنا. وانتم شكلوه كيف ما بغيتوا كيف ما حبيتوا. انا داك الكويره الاخرى اللي لولبتها كنرجع مباشره بعد ما كنستف هذوك وكنغطي عليهم بواحد الزويف كنرجع نكمل العجين اللي بقى عندي. وركزوا على ملي يكونوا قطعوا بالقطاعه ولا بالكاس او باي اداء ما نديوش نجيبو غير ندورو، كنغطي عليه بواحد الفيطه وكنخليه تقريبا ما بين 10 حتى 15 دقيقه، ولكن المده الزمنيه على حسب البلاصه اللي نتوما فيها والجو. دابا الجو راه العموم راه هو ساخن، ما خداوش مني اكثر من 10 دقائق بديت كنقلي فيهم. درت المقله ديالي فيها الزيت اللي تكون شويه لا باس بها حتى سخنت مزيان داك الزيت قبل ما نوضع هذا البيني ديالي، نقصت للصفر مجرد ما كان وضعت تقريبا واحد 5 او 6 ديال الوحدات باش نخلي الاخرين فين نقلبهم. وغادي نقلب بالمعلقه، ما تقلبوش بالفورشيط او بشي عويد او شي حاجه اللي غتقبهم، الا تقبوا راه ما كيرجعوش يتنفخوا، بالمعلقه من الاحسن وغير بشويه نتكايسوا. منين كنحط داك الوحدات كيف كنحطهم تنبقى نقلبهم ماشي تيتحمروا. ركزوا معايا مزيان في هذه المرحله، راه غنعاودها معكم مره ثانيه باش تشوفوا كيفاش منين كنحط كل وحده كنقلبها مباشره حتى كنحصل على هذا اللون الذهبي. وطيبين على خاطرهم ماشي تحصلنا غير على اللون، لان الزيت كانت سخونه منين وضعنا الوحدات ديالنا راه نقصنا للصفر. كيف ما كتشاهدوا معايا منين كنحط هذه الوحدات ديالي كنقلبهم مباشره، كنوضعهم ثم تنقلبهم وتنبقى نهز المعلقه عليهم الزيت باش كيتنفخوا ليا بسرعه، كيجيو بومبي، يعني هادو هما البيني ديال البالون كيجيو من اروع ما يكون. وانتم غتحكموا بطبيعه الحال في الحجم اللي بغيتهم كبارين صغارين، انتم لكم الاختيار. غير ركز على واحد القضيه اخرى، الزيت تكون سخونه مزيان ولكن منين نبغي نوضعهم انقص المتوسط او للصفر باش كيطيبوا لنا على خاطرهم وكيجيونا مهويين وكيجيونا مفرقين على بعضهم، يعني ما كتجيناش داك البيني ديالنا مدقصه او معجنه، كيكونوا طيبين على خاطرهم. كنبقى نقلبهم كيف ما كتشاهدوا معايا بالمقلات حتى كنحصل على واحد اللون ذهبي لا باس به كيف ما كتشاهدوا معايا، تنبقى معاهم هكا مقبلاهم حتى كنحيدهم. ملي كنحيدهم كنديرهم في الورق النشاف. على العموم هما راه ما كيرفدوش الزيت نهائيا وعلى حسابي، جربوهم واللي لقاتهم شربوا ليها الزيت ولا رفدات ليهم الزيت تخليها ليا في التعليق، راه ما كيهزوش الزيت نهائيا. كناخذ واحد الطبيسل وكندير فيه الورق النشاف ديال المطبخ وكنبقى نحطهم فيه باش الا كان شي زائد ديال الزيت راه كيتسرب فيهم. كيف ما كتشاهدوا معايا بعد ما كملت قليت الحصص كاملين تبارك الله ما شاء الله، داك جوج كيسان ديال الدقيق كيخرجوا لي واحد الكميه لا باس بها من 25 حبه حتى ل 30 حبه، ايه ولكن على حسب العبارة، على حسب نتوما قداش قطعتهم كبار ولا صغار.
كيف ما كتشاهدوا معايا كيجيو مهويين فشفشين، وهذا خير دليل. يعني ملي كنبرك هكا بصبعي ماشي كنبرك وكتبقى داك الحفره ديال الصبع كيرجعوك كيف ما كانوا. بالنسبه للزين لكم الاختيار، ممكن ديروا ليهم سكر خشن اي سنيده باش معروف اللي بيني، ممكن تحشيوهم بالشوكولاتة. كندير واحد الثقب صغير وكنشد شوكولاتة ديال الدهن للخبز او اي حشوه، ممكن ديروا الكريمه، ممكن الشوكولاته، ممكن ما ديروا حتى شي حاجه، ممكن ديروا غير السكر فقط، وممكن ديروا حتى الشوكولاته اللي متوفر عندكم. على العموم كيجيو لذادين ومن اروع ما يكون. انا كنحشيهم هكا بالشوكولاته في واحد جيب حلواني جوطابل كنعمروا بالشوكولاته، وماشي كنعمر حتى كنبوم بهم، يعني كندير مقدار واحد المعلقه صغيره، ومني كنخرج كندير واحد الرشيمه الشوكولاته على برا خضع للاطفال باش يتوهموا بان هاد اللي بيني كلها شوكولاته من الداخل. كيف ما كتشوفوا انا فتحت وحده قدامكم بالسكين باش تشوفوها كيفاش مهويه، وكثر من مهويه ركزوا ليا مزيان، ملي غنحل واحد الوحيده ركزوا ليا مزيان على العجين، بقوام رائع جدا وخف من خفيف، يعني خف من القطن. صدقيني غتجربي هاد الوصفه هادي، عمرك باقي تبدلي القوام ولا المقادير ديالها اللي جد جد اقتصاديين وفي متناول الجميع ومن اول تجربه. حضريهم وبلا خوف، اروع واسهل بيني بدون حليب ولا زبده ولا بيض، مسفنج بمكونات في متناول الجميع. حضريهم بكل ثقه، غتنوضي دابا تحضريهم فرمشه عين. شكرا لكم متابعه، وما تنساوناش دائما كيف ما كنقول لكم من اللي لايك للتشجيع فقط بالبارتاج باش تعم فائده على الجميع. ومرحبا 100000 مرحبا بالمشتركين الجدد اللي اول مره كينضموا لقناتي وعجبهم المحتوى، ما عليهم الا يفعلوا الجرس فضلا وليس امرا باش توصلوا دائما بالجديد على قناة سكينة صغيرية. كنتمنى من كل قلبي تجربوا الوصفة ديال البيني ديال اليوم وتنال الإعجاب ديالكم، وتردوا عليا أكيد في التعليق كي جاوكم، وأنا متأكدة غادي يعجبوكم وغيعجبو حتى وليداتكم. علاش لا ما تنوضيش دابا وتحيدي العجز وتحضريهم. ومرحبا بكم دائما عند قناة سكينة صغيرية. شكرا لكم وإلى اللقاء.